هعتبر في الفيديو ده انك زيرو في السكن كير روتين، يعني ما تعرفيش اي حاجه، يا دوبك بتغسلي وشك مثلا بالصابونه وخلاص. هقولك تعملي ايه بالظبط في اخر شهرين او 3 شهور قبل الفرح. هنمشي كده بخطوات بسيطه قوي في الروتين. هنحاول نقول منتجات تكون اقتصاديه على قد ما نقدر في الحاجات اللي تكون فعلا فعاله. هقولك على الاساس اللي ممكن نعمله في الفتره دي، وهنبتدي واحده واحده ازود معاكم لو في اي مشكله نقدر نستخدم فيها ايه. السلام عليكم، معاكم منى صبري دكتوره صيدلانيه، بعمل لكم فيديوهات كتيره عن البشره والشعر والصحه العامه. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من القناه اول باول. كمان ما تنسوش تروحوا على انستغرام، مهمه جدا، بنعمل فيه ريفيوهات وبنتكلم فيه وبيعمل فيه فكره اسكو حاجات حلوه قوي، وكمان على جروب الفيسبوك لكل البنات. النهارده احنا في الفيديو الثامن من سلسله العروسه، عن حاجه كثيره جدا جدا، بشره وشعر وجسم وكل حاجه. او ما قلناش عن البشره، او الفيديو النهارده بتاع البشره روحوا شوفوه هتفيدكم جدا، هسيب لكم اللينك تحت بتاع السلسله كامله. النهارده هنمشي مع بعض خطوه بخطوه في روتين للبشره، اعمل ايه لو انا مش مهتميه ببشرتي. الهدف من ده ايه؟ ان انا اجي على الفرح بشرتي تبقى نضره مترطبه ما فيهاش مشاكل كبيره قوي، حتى وانت لما تيجي تحطي الميك اب عليها بتاع الفرح تكون بشرتك فعلا ناعمه زي ما بيسموها كده فلاولس، علشان الميك اب يبقى شكله حلو عليكي، وطبعا في الاول وفي الاخر عشان ثقتك في نفسك اكتر وعشان نظافتك الشخصيه وعشان كل حاجه. اول حاجه هنبدا بيها النهارده هو الروتين اليومي بتاعنا، او ايه اساسيات الروتين اليومي بتاعنا. عندنا اول حاجه طبعا الغسول، تاني حاجه المرطب، تالت حاجه الصن بلوك، ورابع حاجه السكراب او التقشير. هنتكلم عن كل نوع بشره. اول حاجه لو انت بشرتك دهنيه الى مختلطه، البشره الدهنيه اللي فيها دهون كتير، او اللي مثلا المختلطه اللي هم بيكونوا عندهم المنطقه دي في الغالب هي اللي فيها دهون كتير، هي المعرضه للحبوب. انا عايزه روتين اقتصادي على قد ما اقدر وكويس في نفس الوقت ويعالج معايا بشرتي. اول حاجه طبعا هي الغسول، الغسول ده هو اللي نبدا بيه يومنا، او اول حاجه في الروتين بتاعنا. انا النهارده اخترت لكم الغسول اللي هتكلم عنه، هو غسول بوكيتو. ده شكله، هو غسول مناسب للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. الغسول ده مش بينشف البشره، من ميزاته ان هو بيتحكم في الافرازات الدهنيه، بيساعد جدا في معالجه الحبوب. الغسول الدور بتاع الغسول هو بيقوم بيه بشكل كويس بصراحه، مقارنه بغسولات غاليه فهو يعني تقريبا كان بيدي تقريبا افكت قريب او تاثير قريب، بالنسبه ان هو كان سعره تقريبا 85، هو ممسوح طبعا من عندي سعره كده عشان بقاله فتره بستخدمه، واختي كمان كانت بتستخدمه وكان عاجبها جدا. انا استخدمت فتره شويه ان هو بحكم عليه ان هو مش بينشف، ان هو يعني ما اذانيش في حاجه، ما طلعليش حبوب جديده، فكان عجبني جدا، وهو سعره 85 جنيه. وهسيب لكم برده اللينك بتاع البيج بتاعتهم تحت، ممكن تعرفوا الصيدليات اللي بيتباع فيها. تاني حاجه معانا وهو المرطب. المرطب ده يعني طبعا البشره الدهنيه بتعاني في موضوع الترطيب ده، ان اغلب المرطبات بتدهنها زياده. في ناس بتبقى فاكره ان انا المفروض ما ارطبش، لا بالعكس، الترطيب هنا مفيد جدا جدا ليكي. مش هقعد اعدد في فوائد الترطيب حتى لو انت بشرتك دهنيه عشان الفيديو ما يطولش، هنتكلم فيه في حاجات كتير. بس من المرطبات الكويسه اللي تقدري تستخدميها كبشره دهنيه عندنا 3 حاجات اقتصاديه، عندنا مثلا ساتروبنتين، عندنا ريفي 2، وعندنا فانو. انا اخترت 3 حاجات اقتصاديه، في حاجات كتير اغلى الناس اللي عايزين يجيبوا فيشي، فارماسيرز، لاروش وافان، بس انا بتكلم دلوقتي في الحاجات الاقتصاديه. اتفقنا لو حد مثلا مش عنده روتين اصلا وعايز يبدا روتين من اول وجديد، فلازم اديله حاجات هاديه شويه عشان يقدر يجيبها. تالت حاجه الصن بلوك. من الصن بلوك الاقتصاديه الكويسه انا ما جربتوش شخصيا، لان اغلب اللي جربتهم كان سعرهم غالي، بس اللي لقيت عليه اجماع فعلا ان هو من الحاجات الاقتصاديه اللي سعرها قليل ومناسبه مش بتدهن قوي، هو بوبي جيل. هحاول احط لكم صورته، برده سعره ب 100 وشويه، يعتبر بالنسبه للانواع الثانيه لا، فهو كده سعره هادي، فده اكتر واحد عليه ريفيوهات كويس وهو اقتصادي. رابع حاجه هنتكلم فيها وهي التقشير، التقشير او السكراب اللي فايدته ان هو يشيل خلايا الجلد الميت ده عشان ما يتراكمش عندي، علشان ما يتكونش حبوب عندي، علشان كمان ما يحصلش بقع وتصبغات، او عشان ما يبقاش بشرتي شحبه. التقشير او السكراب في منه نوعين، في حاجه اسمها تقشير كيميائي وفي تقشير فيزيائي. التقشير الكيميائي ان هو بتبقى كريمات بدهنها او بعمل جلسات بعملها بتقشر الجلد مع الاستمرار عليها. من ضمن الانواع الاقتصاديه اللي بنصح بيها دايما انكم تعملوا بيها تقشير كيميائي عندنا حاجه زي اكني فري
واكريتين اقدر اعمل بيها التقشير بشكل يومي نص ساعه بس بالليل. افرد طبقه قليله قوي على بشرتي كلها لو هي كلها فيها مشاكل او انا عايزه اعمل ليها تقشير كامل، او على اثار الحبوب بس الاماكن اللي فيها مشاكل لو انا عايزه اعمل تقشير موضعي ليها. بس خلينا متفقين التقشير الكيميائي والكريمات دي ابقى عامله حسابي ان بشرتي هتكون شكلها مقشر، لان هي بتشتغل اصلا عن طريق انها تقشر الجلد. النوع الثاني من المقشرات سريعا برضو هي التقشير الفيزيائي او السكراب اللي بيعتمد على الاحتكاك مع البشره فيعمل تقشير خفيف لسطح البشره. في عندي حاجات جاهزه، في عندي حاجات يعني وصفات اقدر اعملها في البيت. من ضمن الوصفات اللي اقدر اعملها كتقشير، احنا دلوقتي بنتكلم للبشره الدهنيه ومختلطه، الناس اللي عايزين تعدي الخطوه دي نخش على الجافه والعاديه بعد كده. بس من ضمن الحاجات اللي انا اقدر اعملها في البيت هو البن او الشوفان المطحون مع معلقه عسل، واعمل بيها ماسك لوشي وتقشير في نفس الوقت كويس جدا جدا. او بدل العسل اعمل بن او شوفان او بن حتى مع شوفان مع معلقه زيت جوجوبا. بالنسبه بقى للمقشرات الفيزيائيه او السكراب الجاهزين، عندنا ستيفز هو اشهر واحد فيهم، في منه 3 انواع عشان بالمره نقولهم علشان في ناس يعني تتلخبط بينهم. لو انت بشرتك دهنيه هو في منه 3 انواع مناسب برضو للبشره الدهنيه. اول واحد اللي هو المشمش، بس ده للبشره الدهنيه العاديه، ان هو بيعمل لها فريش هم مسمينه فريش سكن، بيجددها بيديها نضاره بتحكم شويه في الدهون. اما لو انت بشرتك فيها حبوب معرضه للحبوب يبقى هاتي اللي هو مكتوب عليه اكني كنترول، بيكون فيه ماده الساليسيليك اسيد فبتساعد شويه انها تقلل الحبوب. ممكن اعمله كمان كماسك اسيبه على الحبايه ينشفها شويه. وثالث واحد اللي هو بالشاي الاخضر، وده بيكون الناس المعرضه اكتر للرؤوس السوداء او هي دي المشكله اللي غالبه عليهم فبتختار النوع ده. فانت حسب المشكله اللي غالبه على بشرتك تختاري النوع المناسب ليك. يبقى احنا كده اتفقنا على الاربع خطوات الرئيسيه اللي هو الغسول، المرطب، السان بلوك، والتقشير. ترتيب الحاجات دي ازاي؟ زي ما اتفقنا، الغسول مرتين لثلاث مرات في اليوم، يعني صبح وليل، ولو خرجت في نص اليوم بغسل وشي لما ارجع، والمرطب بعد كل مره فيهم. السان بلوك بيكون قبل ما اخرج بنص ساعه، ولو انا راجع مثلا في الشغل في ايا كان اجدده تاني قبل ما اخرج. والتقشير زي ما اتفقنا، لو انا بستخدم كريم من الكريمات الاكريتين او الاكني فري هيبقى مره يوميا بالليل، ولو بستخدم مقشرات اللي هي الفيزيائيه هتبقى مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع كفايه جدا. خلصنا البشره الدهنيه او المختلطه اللي تقريبا ليهم نفس الروتين، لان الحاجات اللي انا قايلها لكم تناسب الاثنين. ناخد الناحيه الثانيه، البشره الجافه او العاديه. الجافه اللي مشكلتها الجفاف، بشرتها مشدوده، او العاديه اللي مش عندها بقى مشاكل لا البشره الدهنيه ولا بيظهر فيها حبوب، بشرتها كويسه بس عايز تهتم بيها كنضاره وكده. اول حاجه واول خطوه معانا برده هو الغسول. من الغسولات الاقتصاديه اللي كويسه ومعقوله جونسون او نيفيا، هو في منهم انواع كتيره، هسيب لكم النوعين اللي هم خاصين بالبشره الجافه والعاديه هحط لكم صورهم. تاني خطوه وهي الترطيب، المرطبات الاقتصاديه اللي نقدر نستخدمها حاجه زي بنسينول، حاجه زي موندو، اعلى شويه مويست وان. الثلاث حاجات دول كويسين جدا جدا. انت اختاري برده حسب الميزانيه بتاعتك، يعني مثلا بنسينول ب9، موندو 25، مويست وان تقريبا 85، فانت براحتك. بحاول اديكي حاجات كلها تحت المية. وتالت خطوه معانا السان بلوك. عندنا برده من انواع السان بلوك الاقتصاديين، في اللي هو انفينيتي، وفي كمان بتاع لايف كير كويس جدا. فالاتنين دول اقتصاديين ومناسبين جدا للبشره الجافه. ورابع حاجه التقشير. التقشير ممكن برضو اعمل نفس السكراب اللي هو العسل مع البن او الشوفان، والشوفان هنا كمان هيبقى حلو قوي لان الشوفان اصلا ليه خصائص مرطبه فيبقى كويس جدا كمان مع البشره الجافه. اعمله مع معلقه عسل ومعلقه زبادي هتبقى وصفه حلوه جدا، واعمله مرتين في اليوم، او بدل معلقه العسل برضو اضيف زيت، اي زيت بقى للبشره الجافه اغلب الزيوت بتمشي معاه، جوز الهند، الزيتون، او ايا كان. اما بقى لو انت عايزه مقشر جاهز برده زي ما في ستيفز للبشره الدهنيه والمختلطه، عندنا كمان من انواع ستيفز حاجات مناسبه للبشره الجافه، في الشوفان وفي الرمان. الشوفان بيبقى فايدته اكتر لو انت زي ما كنا لسه بنتكلم ان الشوفان اصلا كترطيب للبشره، او لو انت بشرتك عاديه ومحتاجه اكتر نضاره يبقى اختاري اللي هو بالرمان او فيتامين سي او المندرين، ده كله مسميات لنوع واحد اللي هحط لكم صورته دلوقتي، وده بيبقى كويس جدا في موضوع النضاره وكسكراب للبشره. زي ما اتفقنا السكراب هنا هيبقى مرتين في الاسبوع، والغسول مرتين في اليوم، المرطب بعدين مرتين في اليوم، والسان بلوك كل ما اخرج. بالنسبه لكريمات التقشير الكيميائي زي اكريتين واكني فري، لا هي هنا مش مناسبه للبشره الجافه او العاديه لانها بتنشفهم اكتر.
خلي بالكم من حاجة، انا هنا بتكلم في الروتين الاساسي البسيط للناس المبتدئة، لا دخلت في سكة سيرم بقى ولا تونر ولا الحاجات الاضافية، بكلمكم على الحاجات الاساسية علشان ما نعقدش بعض قوي لو احنا لسه بنبدأ ومش عارفين حاجات كتير. ما ننسيش كمان في الروتين بتاعنا منطقتين مهمين، الشفايف وتحت العين. الشفايف اعملي لها سكراب، نفس السكراب اللي بتعمليه بشرتك تقدري تعمليه هنا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع برضو او مثلا بالسكر والعسل، هيبقى حلو جدا وكويس جدا معاكي. بالنسبه للمرطب الشفايف من الحاجات الاقتصاديه والله وسحريه برضو في ترطيب الشفايف، كريم بانسينول العادي اللي قلنا عليه 9 جنيه ده، تقدري تستخدميه يوميا صبح وليل عادي لشفايفك كحاجه علاجيه، خصوصا للناس اللي بشرتها جافه وشفايفها بتبقى متشققه. طيب بالنسبه لتحت العين، كريمات علاج المشاكل الكبيره للاسف هي غاليه شويه، وانا بتكلم عنها قبل كده في موضوع الخطوط بقى والهالات والجو ده، بس انا هنا بتكلم عن روتين بسيط وعادي. انا حاسه ان منطقه تحت عيني جافه شويه، محتاجه عنايه، محتاجه حاجه تديها نضاره، عايزاها تبقى شكلها كويس، مش عندي مشاكل كبيره. دي اللي تمشي معاها الحاجات الاقتصاديه زي ايه؟ زي كريم بريتير، زي كريم جاسك، زي كريم لايف كير او الجل بتاع لايف كير. الثلاثه دول اقتصاديين كويسين كترطيب وكنضاره للمنطقه اللي تحت العين. ممكن كمان من الحاجات اللطيفه قوي اللي بتفرق جدا موضوع كمادات الشاي الاخضر. الشاي الاخضر الفتله ده بعد ما تعمليه تحطيه في الفريزر وتعمليه كمادات تحت عينيكي، هيبقى كويس جدا جدا كده. احنا اتكلمنا على الروتين اليومي والروتين الاسبوعي اللي هو يكون سكراب سواء للشفايف او للبشره. الروتين الشهري او الحاجه اللي اعملها على الاقل مره في الشهر هي تنظيف البشره، خصوصا للناس اللي بشرتهم دهنيه ومختلطه وعندهم رؤوس تحت الجلد ورؤوس سوداء او بشور سوداء، يعني موضوع تنظيف البشره ده بيفرق معاهم جدا جدا جدا. تنظيف البشره اللي هو عباره عن بخار والاستخراج البشور دي، وكمان بقى شويه ماسكات كده وحاجه وحركات انا كنت عاملاها قبل كده في فيديو تنظيف البشره قبل العيد، هسيب لكم اللينك تحت عشان ما نطولش الموضوع. قبل كده نعمل الموضوع ده مره في الشهر هيبقى كويس جدا جدا معانا. انا عارفه الحاجات دي او مثلا روتين التنظيف اللي انا كنت عاملاه ده البسيط بتاع البيت، ممكن نعمل حاجه اعلى شويه باجهزه شبيهه اللي في العيادات، ده ممكن اعمل لكم فيديو كامل ليه لوحده بعدين، بس احنا دلوقتي بنتكلم في حاجات اساسيات وحاجات بسيطه ان شاء الله على قد ما نقدر. يبقى بكرر تاني، الروتين اللي انا عملته ده يومي اسبوعي شهري ليا هدف واحد فيه، ان انا اوصل لبشره نضره ما فيهاش شحوب، مترطبه كويس، بقلل من الحبوب على قد ما اقدر علشان لما اوصل لمرحله الفرح تبقى شكلي جميله، انجي احط عليها مكياج او بقى في الجواز بقى او عروسه جديده لازم شكلك يبقى حلو ووشك يبقى منور، هو ده اللي هيوصلك للشكل ده. طيب عايزين نعلى شويه، نعمل خطوه اضافيه. الخطوه الاضافيه دي تنفع امتى؟ لو انا عندي اثار حب شباب، عندي مسام واسعه، عندي حفر، عندي شويه كرمشه في وشي، عايزه نضاره في وشي، عايزه اعمل حاجه اقتصاديه تحليلي كل ده، اكيد عرفتوا هي ايه طبعا اللي بتكلم عنها دايما، وهي الديرما رولر او الديرما ستامب برضو اللي اتكلمتكم عنها قبل كده. اعملي مره في الاسبوع جلسه ديرما رولر او ديرما ستامب لمدة الثلاث شهور قبل الفرح دول، وشوفي النتيجة قبل الفرح تبقى عاملة ازاي. صدقيني صدقيني، صوري بشرتك قبل وبعد وشوفي الفرق اللي في بشرتك من اول النضارة، من اول المسام، من اول اثار الحبوب وكل حاجة. برضو انا مش هرغي في الديرما رولر تاني، انا عاملة عنها فيديو تقريبا قريب من 20 دقيقة هسيبه لكم هنا، مجاوب فيه على كل اسئلتكم بالنسبة للديرما رولر، شوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو ده. نيجي بقى للمشكله اللي تقريبا عند 80% من البنات، خصوصا اللي مش بيكونوا اصلا مهتمين بشرتهم، فعندهم كلف في بشرتهم، شويه تصبغات، اسمرار من الشمس، ايا كان، عايزين حاجات تفتحهم. خلينا نتفق ان الروتين ده هيفرق، السكراب سواء اسبوعي او اللي هو اليومي بتاع الاكرياتين او الاكل فري هيفرق، بس يعني لو الدنيا عندك خفيفه، لكن لو فعلا عندك تصبغات قويه محتاجه بقى حاجه كريم اصلا هدف التفتيح معاهم يساعد مع التقشير. الكريمات دي زي ايه؟ لو انت بشرتك جافه او عاديه، انا عندي كريمين اقتصاديين مناسبين ليكي زي ستارفيل وفلير، الكريمين دول مناسبين قوي، بياخدوا وقت شويه بس سعرهم هادي، من شهرين لثلاث شهور. طيب لو انت بشرتك بقى دهنيه ومعرضه للحبوب، اسكوزمي بقى، للاسف الشديد مش بينفع معاها كريمات التفتيح الاقتصاديه. ليه؟ لانها بتدهن البشره شويه، فممكن تعمل لك دهون زياده تتسبب اصلا ان يظهر لك حبوب، وانا مش عايزه ده، انا فتره اساسا بحسس فيها على بشرتي. ايه هي الكريمات طيب اللي تنفع البشره الدهنيه بس هتكون غاليه شويه؟ عندنا ريكسول الترا وايتنينج، عندنا
لاروج بيجمنت كلور، وعندنا كمان يورياج دي بالديرم وايت. انا بتكلم في دول ليه؟ لان هما دول اللي سيرم اللي خفاف على البشره علشان ما يدهنوش ويعملوا حبوب. طيب مشكله كمان الحبوب المفاجاه اللي بتطلع، انا عامله ريشته كامله بس مردو ما ي... مش هزعلكم واقول سريعا كريمين على طول نستخدمه اول ما يطلع لنا حبوب، كريم زي او ماسه زي اكني بايوتيك او اكني مايسيد مرتين في اليوم، واكني فري او اكراتين نص ساعه بالليل على الحبايه. انا كده تقريبا قلت اغلب المشاكل السريعه اللي بنتعرض ليها او اللي ممكن نعملها بروتين بسيط. في سؤال برضو واحده سالتني، كنت حاطه لكم طبعا اسك اجاوبكم على الاسئله اللي انتوا عايزينها بخصوص الموضوع ده. بتقول لي احنا ساعات في اواخر كده بنيجي نعمل ماسكات، نعمل حنه، نعمل مش عارفه ايه، حاجه مفاجاه فتحصل التهاب على طول البشره او حساسيه للبشره او ايا كان. خلي عندكم كريم مثلا زي بيرجازون او او اليكون، الكريمين دول كورتيزون خفيف هينفعوكوا على طول. لو انت ماسكه مثلا ماشي على بشرتك وعمل لك التهاب، رسمتي حنه في حته من جسمك عملت لك التهاب، عملت اي حاجه، فخلي معاكوا احتياطي كريم من الكريمين دول، هيبقوا مهمين جدا معاكوا في اي حساسيه او اي التهاب. تمشي مثلا عليه مرتين في اليوم الاسبوع، هتلاقي الموضوع اللي عندك ده انتهى كده. انا خلصت اللي عندي بالنسبه لموضوع البشره وفي روتين العروسه بشكل عام. حاولت ان انا اقول لكم على الاساسيات، المشاكل الاكبر من كده واغوص من كده انا متكلمه عنها طبعا كل حاجه في فيديو لوحده. انا بس حاولت ان الفيديو ده يكون دليل كده مجمع انك ترجعي له لو لسه انت بتبتدي ومش عارفه تعملي ايه. يا رب تكون السلسله عجباكو. تقريبا كده انا هوقف لحد هنا، الا لو جات لي افكار ثانيه في ستات العروسه هعملها ان شاء الله. ونرجع عادي لفيديوهاتنا العاديه والريفيوهات العاديه وكده. وما تنسوش اهم حاجه تشتركوا في القناه لو القناه فعلا عجبتكم، تعملوا شير لاصحابكم، تبعتوا فيديوهات العروسه لاصحابكم العرايس كلها وفي الجروبات بتاعت العروسه علشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، ودمتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.